اسمعوا أخذ عطاء هو راديو سوريالي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. برحب فيكم، أنا مايا بحلقة جديدة من برنامجكم أخذ وعطى، وبذكركم أنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. عشرات الشباب من عناصر الدفاع الوطني، البعض منهم ما جاوز عمره 15 سنة، كلهم مسلحين متجمعين بجانب مدرسة للنازحين بإحدى مناطق النظام بداخل دمشق. النازحين من مختلف أنحاء سوريا، لكن على الأخص من منطقة الغوطة الشرقية وحي القابون. عناصر الدفاع الوطني عم يستعدوا لأطلاق الرصاص. سكان الحي عم يتأففوا ويسكروا محلاتهم ويبعدوا عن المشهد خوفا من رصاصة طائشة بسبب الفوضى اللي رح تصير بعد شوي أثناء تشييع الشهيد. كتائب تابعة لحزب البعث كمان بتجي، وعناصر من الأمن النظامي بيجوا كمان ليساهموا بالرصاص والتشييع. بعد شوي بيطلع الشاب القتيل من مدرسة النازحين، عمره ما تجاوز 17 سنة، واحد من 3 إخوة كلهم متطوعين بالدفاع الوطني، علما أنهم نزحوا من مكان سكنهم من أكثر من سنتين. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن الانضمام للجهات المسلحة بسوريا لدافع مادي ولكسب العيش ورغيف الخبز أو كسب الثروة كوحدة من أكثر فرص العمل توفراً، وحتى إزاحة مجال العمل هذا لمجالات عمل أخرى بسبب الحرب، بحيث يكاد يكون الخيار الوحيد أمام الشباب خاصة الغير متعلمين أو غير القادرين على السفر. خليكن معنا. أهلا وسهلا فيكن من جديد. خلونا أول شيء نسمع هذا الاستطلاع. ما بعرف مصاري، كان دوافق مصاري، بس مصاري ونازل قبل المظاهرات كمان لسخرية القدر. لسخرية القدر كان نازل المظاهرات قبل واضطر يرجع لعند الدفاع ليرو لعندي بالأخير. صعب ومصعب، يعني من هدول اللي عندهم وقاعدين بممتلكات حقها كتير غالية، بس قاعدين ما بيبيعوا ويضلوا قاعدين، عارف كيف؟ فوضهم صعب. فرص العمل هي نفس اللجان الشعبية، هي نفسها بالساحل، بجمهورية الساحل هي نفس اللجان الشعبية، هي فرص العمل للي ما عنده شغلة. للي عنده شغلة هي كل شيء عملته هي الأزمة، يعني كل شيء، يعني مولدات، تجارة مولدات، تجارة لدات، تجارة براميل بنزين، أفكار تجارة براميل بيدونات البنزين كتير ناجحة. بين 30-35 للأربعين ألف، عجبها 60 ألف، الجيش 14 ألف. ما بنسى الحادثة لما طلعنا على الشام، قعدوا معنا أساكة بالحديقة عند الفور سيزن، وكتير وضعهم بيقسي. كتاب المعارضة عندك في فكرة؟ ما عاد تابعت أخبار آخر فترة. في مزايا، إجباري في مزايا، يمكن يكون وضعه المادي صار أزبط من قبل، كأموال عم تيجي من برا، في دعم إجبار يمكن يكون. حكر للعالم والعالم لا، العالم لا رح يكون وضعه أصعب بكتير. بعرف وضعه المادي كان وسط، صار وضعه المادي يعني جيد جدا، دوافع أنه مثلا في حدا محاصر جوا بقلب المنطقة اللي هو فيها، بدي يطلع العائلة من جوا، بيطلب منه مبلغ مادي، يعني مو صغير شوي، كتير. يعني مثلا 3 أشخاص 4 أشخاص جوا محاصرين، بدهم يدفعوا 100 ألف سوري، 200 ألف حسب، وبيبلشوا تعامل مع هالبشر بضاعة وعم تشتريها. هلأ بعرف ناس راحوا للدفاع الوطني أو اللجان هي،
برأيي انه هن ناس ما لهم محترفين عسكريا لحتى يتعاملوا مع الناس. اغلبيتهم كانوا عم يستعملوا هالموضوع مشان المصاري بس، لا يعني مو اكتر ولا اقل. اغلبيتهم الدافع مشان انه انت حامل سلاح فانت اقوى من كل العالم. في كتير عالم بعرفها اشتغلت بالتعفيش، التعفيش يعني وما ادراك ما التعفيش، اللي هو تفضاية البيت من العفش وبيعوا بأرخص الأسعار، وطبعا هي سرقة. يعني في عالم كانت من اللجان خبصوا الدنيا، المفروض أنه هنا موجودين لحتى يحموا المدنيين من أي طرف من الأطراف كانوا. يعني في منهم في صارت حادثة بجرمانة، فايتين لعند محل وطلبوا منه يلف لهم سندويش فما بدهم يدفعوا حقه، فعم بيقولون أنه أنا مسكين وعلى باب الله وأنه محلي ما بتوفي معه، قام قوصوه. واحدة مثلا من الحوادث في تارات بينهم مشان بنت واحد بحبها ما بعرف شو، كمان فاتوا قوصوا. هنا أشخاص مو محترفين، هنا ناس جاي مشان المصاري، وفي ناس جاي حاملة دم على كفها بس لحتى تعيش. فالمشكلة ما فينا نعمل. هلا في محتمل في شباب عم تروح تنضم للجان الشعبي، والبقايا بقول لك بنضل قاعدين أحسن ما نروح على الموت. ففي منهم بضلوا قاعدين لا شغل ولا شيء حسب الوضع، يعني اللي كان ممتاز صار جيد واللي كان جيد صار وسط. والشباب اللي عم بروحوا على اللجان بحاجة للمصاري، يعني لا للدفاع عن الوطن أو الدفاع أي شيء، بحاجة للمصاري. لا ما حد عم بروح لأي شيء إنه دافع عن الوطن، دافع لغاية، لا كلهم عم بروحوا لغاية مصاري أو أي شيء تاني. عانت سوريا خلال السنوات الثلاثة الماضية وما زالت عم تعاني من فقدان لفرص العمل وارتفاع حاد بنسبة البطالة، واللي وصلت ل 54% تقريبا، بمعنى أنه 3.3 مليون شخص تقريبا فقدوا أعمالهم، منهم أكثر من 2.5 مليون فقدوا أعمالهم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مما يعني فقدان الدخل المادي لأكثر من 11.3 مليون سوري حسب المركز السوري لبحوث السياسات. الدمار الهائل بالبنية التحتية وتسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة بتراجع الاستثمارات وإغلاق وإفلاس كتير من المشاريع، كل هي العوامل أكيد من المتوقع أنها تؤدي لانهيار سوق العمل. بالمقابل بدأ ينشأ سوق فرص عمل جديد بسبب الصراع المسلح، الإتجار بالسلاح والبشر والتهريب، وطبعا المشاركة بالعمل المسلح عن طريق التطوع بإحدى التشكيلات المسلحة وما أكثرها على الساحة السورية حاليا، واللي بتتفاوت بتمويلها ورواتبها ومجال عملها ومزاياها بحسب قياداتها ومرجعياتها. بعض الشباب قدروا أنه يأمنوا بدائل لفرص العمل الضائعة، المتعلمين والمؤهلين قدروا يدبروا حالهم إما عبر مشاريع صغيرة ما أنها بحاجة لرأس مال كبير، أو العمل كمستقلين، أو التوظف بإحدى المنظمات الإنسانية العاملة بسوريا حالياً. أما القسم الأكبر من الشباب غير المتعلمين والمؤهلين ليحصلوا على هيك فرص، فخياراتهم محدودة أكثر بدون ما ننفي وجودها تماما. الشيء اللي عم يدفع هدول الشباب للتسلح ضمن التشكيلات المقاتلة هو أنه مصدر دخل ماشي حاله مقارنة بباقي مصادر الدخل ومردودها المادي داخل مناطق النظام، وبتراوح بين 20 وبيوصل للأربعين ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 200 دولار، إضافة إلى أنه ما بيتطلب أي كفاءة غير أنه الواحد يقدر يحمل سلاح ويتبع الأوامر. ومنضيف لهذا الشيء المزايا الثانوية الكتيرة مثل الأولوية بالحصول على الغاز والخبز والمازوت والقدرة على الدخول لمناطق ما وتعفيش محتوياتها وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة بدون حسيب أو رقيب، إضافة لميزة حمل سلاح اللي بتعطي سطوة مجتمعية وبتخلي الناس تخاف منه وتحسب له حساب حتى لو كان في احتمال يفقد حياته مقابل هذا الشيء. إذا كنا عم نحكي هون عن مناطق النظام، فالمناطق الخاضعة للمعارضة وخاصة المحاصرة مانها مختلفة كتير. بعد توقف الحرف والزراعات والصناعات اللي كانت معيشة كتير من أهالي مناطق الغوطة الشرقية مثلاً، مثل نجارة الموبيليا وصناعة الأجبان والألبان وإنتاج المواسم الزراعية وغيرها، ونتيجة للغلاء الفاحش واللي لا يمكن تصوره بهي المناطق وخاصة بأسعار المواد الغذائية، الناس ما عم تقدر تلاقي مفر غير أنها تتطوع بالتشكيلات والألوية المقاتلة، واللي بعضها بيعطي رواتب للفرد 300 دولار وهو مبلغ كتير ضئيل ليكفي للعيش ببيئة كيلو سكر فيها ببلش من 4000 ليرة سورية.
لذلك بيتطوعوا أكثر من شاب من العائلة الواحدة ليقدروا يعيشوا. بالمناسبة تنظيم الدولة الإسلامية بيعطي رواتب بتوصل وبتتجاوز $500. أما كتائب الجيش الحر المتبقية فرواتبها ما عم تتجاوز $150 حسب أحد الناشطين. إضافة للراتب بيحصل المسلح كمان على مزايا إضافية. تراسلت معنا إحدى المدرسات بالغوطة الشرقية فضلت ما تستعمل صوتها، ونحن سجلنا شهادتها المكتوبة مثل ما هي. أخذ وعطى. هلا أنا بأخذ راتبي من الدولة، بطلع كل فترة بأخذه وبرجع، وعمي ببعث لنا حوالات من فترة لفترة كونه بيشتغل بالخليج، ونحن أساسا عائلتنا صغيرة فقدرانين نعيش، بس يعني إنه ما نجوع. هلأ العوائل اللي ما عندها حدا عسكري عم تمر عليها أيام صعبة كتير، وخصوصي إنه ما في شغل بديل إلا التجارة بالمواد الغذائية، وهي أساسا بدها مال وراس مال كتير كبير، وأصلا التجار هنن عم يحتكروا هاي المواد ويغلوها علينا. جاري مثلا كان منجد مفروشات ووقف شغله، كمان احترقت ورشته وما كان بده يروح يقاتل، الآن مستأجر أرضه زرعها، يا دوب قدر يطعمي عيلته. أما إذا بدي أحكي لك عن الكتائب، فمستودعات الأكل عندهم مليانة، وهن مو مسؤولين عنا نحن كمدنيين، يعني ما بوزعوا علينا شي من اللي عندهم، فالحالة كتير سيئة. يعني أنا راتبي مثلا يا دوب يكفي كيلو رز وكيلو سكر وكيلو برغل وشوية عدس. عم تسمعوا أخذوا عطاء على راديو سوريالي. بتشوف أنه الحاجة المادية هي دافع مهم للشباب أنه ينتسبوا للقوات المقاتلة بكافة أطيافها، ولا لسه في دافع عندهم عم يدافعوا عن قضية معينة هني مقتنعين فيها؟ هلأ عمليا بعد 4 سنين من الأزمة، خلينا نقول الفقر هو وحد كل العالم، شو ما كانت أفكارهم وشو ما كانت توجهاتهم. فبرأيي إيه، الدافع المادي هو الغالب. هذا لا يعني إنه في ناس بعدها مقتنعة بالشيء اللي عم يصير، بس إذا منطلع على خريطة القوى الفاعلة على الأرض، فيني يكون يعني فيني أجزم إنه السبب الدافع المادي هو اللي عم يخلي العالم تروح. الجزء الثاني هو جزء عالم خلينا نقول تأخذ بتارة، والجزء الأقل هو اللي بعده مقتنع بالفكر الأساسي اللي بلشت منه الثورة. هلا بدي أعطي هون أنا مثال صراحة، يمكن كتير قريب على الشيء اللي عم يصير حاليا ببلدنا، الجدار العازل اللي صار بفلسطين اللي عملته إسرائيل. القوى العاملة اللي بنت هذا الجدار هي الناس اللي عم تتضرر منه، يعني الشاب اللي عم تتحارب عيلته، اللي عم يصير حاجز بينه وبين الجزء الثاني من الأراضي اللي هي امتداد جغرافي واحد، هذا الشخص اللي عم يشتغل هو فلسطيني، عم يكون عم يحط جدار عازل ليفصل اليهود عن الفلسطينيين لتدافع إسرائيل عن حالها. الشيء اللي عم يصير عنا شيء قريب عن هذا الحكي. القضية ضعفت حاليا، صارت الحاجة المادية أقوى، لأنه صار في كذا قضية. هلأ يعني اللي كانوا بالقضية الأساسية عند ليون، هلأ مينو؟ مين اللي لسه هلأ من الجيش الحر؟ شو تعدادهم يعني؟ هيدا الفصيل شو تعداده مع كل ألويته وجمعه؟ شو تعداده؟ خفوا يعني. بذور الإسلام صارت شجر. عم تسمعوا أخذوا عطاء على راديو سوريالي. ما عم ننفي وجود دافع معنوي أخلاقي أو شخصي أو ثأري عند المتطوعين بالتشكيلات المسلحة، سواء كانت موالية أو معارضة، لكن بيبقى الدافع المادي حاليا سيد الموقف. التغير الكبير بالظروف وخاصة الاقتصادية خلى الأولويات والضرورات الملحة تتغير بشكل كتير كبير، كما أنه الفرص المادية الكبيرة اللي عم تجي مع العمل المسلح عم تسنح مجال للانتهازيين للانضمام من أجل الكسب السريع عن طريق السرقة والنهب بدون محاسبة. البعض بيقولوا أنه الحرب تحولت لحرب مرتزقة بغض النظر عن حاجاتهم ودوافعهم، ولما المرتزقة بيديروا حرب فهن بيهمهم الحرب تستمر لحتى يضلوا محافظين على مصدر رزقهم، خاصة مع شح البدائل. هي واحدة من الآثار الكتيرة اللي عم تنغرس بالمجتمع السوري لسنين طويلة بسبب هي الحرب اللي منتأمل أنه تنتهي اليوم قبل بكرة. أنا بودعكم هلأ أصدقائي على أمل التقي فيكم بحلقة جديدة من أخذ وعطاء.
لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي.com وأرشيفنا بتلاقوه مثل العادة على الساوند كلاود، ولا تنسوا تولفوا علينا FM. من هون للأسبوع الجاي كونوا دائما بخير، إلى اللقاء.